وهلا رح نتعرف معكم على اول قطعه موجوده معنا من مجموعه جيمز اند فوغ. فاذا الخاتمه اللي موجود معنا اليوم واللي هو اول قطعه موجوده من جيمز اند فوغ هي من احب القطع على المصمم مايكل فالوتاتي، لانه هيدي القطع هي استوحاها من المتحف الفرنسي وخاصه من هيداك العصر، وكيف تم التصميم بطريقه جدا عاليه، وهو من الخواتم الاكثر مبيعا له بالمجموعه تاعيته، عم ينباع بامريكا من 5 سنين ولحد هلا هو يعد نمبر 1، لانه هو دائما عم ينطلب بسبب الديزاين اللي موجود فيه.